برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جاد المصري، إمام وخطيب جامع أبي هريرة في الرياض. حياك الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وحيا الله الأخوات المشاهدات والإخوة المشاهدين. حياكم الله شيخنا، نسعد بتواصلكم معنا مشاهدي الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا تواصلكم معنا عبر حساب البرنامج في تويتر الذي يظهر بين الفينة والأخرى. بداية شيخنا الفاضل هذا يسأل ويقول: هل هناك فرق بين الأذان والإقامة أو لا؟ وهل يكتفى بمسجد واحد في الحي إذا رفع الأذان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، وأما الإقامة فهي إعلان لبدء الصلاة، فهناك فرق في تعريفهما وهناك فرق في ألفاظهما. فألفاظ الأذان مثنى شفعا عدا شهادة التوحيد الأخيرة، وألفاظ الإقامة مفردة عدا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وأما أن يكتفى بمسجد واحد للأذان فهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى مالك بن الحويرث وصاحبه أن يؤذنا ويقيما، أن يؤذنا ويقيما، ولو كانت الأذان أذان أحد المساجد يكفي لاكتفى بذلك. وكذلك ما ورد أن قباء له أذان وإقامة غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وسلم. طيب شيخنا، هذه تسأل تقول: مصابة بمرض الدوالي، يقول: الأطباء نصحوني بعدم الحمل لكنني تساهلت وحملت الآن وأحس بأعراض، هل إذا أصاب الجنين لا قدر الله مكروه هل أكون آثمة في ذلك؟ لا إثم عليها إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمها ويسلمه، وعليها أن تكثر من الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي. وما ورد من الدعاء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. الشافي هو الله والمعافي هو الله، وما سأل عبد خيرا من العفو والعافية. نعم، بارك الله فيك شيخنا وسهلا في علمك. هذا يقول: حكم قرض الأرز من البنك الأهلي، وهل هذه الزيادة التي يأخذونها حلال أم حرام؟ على كل حال، يعني المسألة غير واضحة، وإن كان المقصود أن تكون هذه السلعة مجرد حيلة على الربا كما هو يعني غالب للأسف الشديد البنوك التجارية، فلا شك أن هذا من إما من الربا الظاهر وإما من التلاعب عليه الذي هو العينة. وقد يعني الربا حرب على الله ورسوله، والعينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، درهم ربا والعياذ بالله أشد من 36 زنية. فالربا خطير جدا، وهو حرب على الله ورسوله، كما قال تعالى: فأذنوا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيك شيخنا. هذا يسأل يقول: أنني توظفت في إحدى الشركات ثم أجبرت على التأمين الصحي وسمعت أنه لا يجوز. على كل حال، التأمين الصحي يعني أخف ضررا من غيره، ونحن ندعو الجهات التنظيمية في بلادنا أن تراعي في الأنظمة التي تضعها شرع الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تشاور هيئة كبار العلماء والعلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، وهم إن شاء الله تعالى فاعلون، فنحن لا نزايد عليهم، ولكنها الدين النصيحة. نعم، بارك الله فيك شيخنا.
الإخوة المشاهدين، نسعد بتواصلكم معنا كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، أو كذلك يسعدنا تواصلكم عبر حساب برنامج الفتاوى في تويتر الذي يظهر على الشاشة الآن بإرسال سؤالك، وبإذن الله في ثنايا الحلقة سنقوم بطرحه على الشيخ ليجيب عليه. طيب شيخنا الفاضل، طيب أنا معي اتصالات، معي حسن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا حسن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وينتفع إن شاء الله بعلمك. اللهم آمين. تفضل يا حسن سؤالك، بارك الله فيك. سؤالي، أنا كنت مريض وعندي فشل كلوي. نعم. الله يسلمك. عندي أكثر من سؤال، وكنت أصلي في غير اتجاه مع أني لا أستطيع أن أتجه للقبلة، وأصلي وأتيمم، هل علي قضاء وألا صلاتي جائزة؟ هذا أول طيب. سؤال. سؤالك الآخر. السؤال الآخر، أنا الآن ممنوع من الاختلاط في المسجد على أساس قلة المناعة، وأصلي في البيت والمسجد جنب البيت، هل علي ذنب ولا أذهب إلى المسجد جزاك الله خير؟ طيب سؤال آخر. نعم هل تفضل. سؤالك الثالث. أنا أملك من المال ما يطيل عمر حديد، مثلا تراكترات وشيولات وقلبيات وكذا، معدات. نعم معدات، فهل عليها زكاة ولا على محاصيلها؟ طيب طيب. رابع يا شيخ لو سمحت. تفضل. أنا عندي أملاك عقاري، عمارات الأجار وأراضي معروضة للبيع، هل عليها زكاة أو المحاصيل اللي يحصل منها؟ وشكرا. بارك الله فيك يا حسن، وشكرا لك، وأسأل الله أن يشافيك ويعافيك. طيب معي اتصالات أو نواصل؟ طيب لعلي واصل على الإجابة على أسئلة الأخوة المتصلين وكذلك من أرسلوا أسئلتهم. هذا يقول، تقدم لإحدى الأخوات شاب ممن يرضى له دينه وهو من طلبة العلم، لكنها رفضت لهوى في نفسها، يقول هل نرغمها على الزواج من طالب العلم الذي ارتضيناه كدينا؟ الرضا بالزوج هو من أركان النكاح. نعم. فلا يجوز إرغام المرأة على النكاح، ومهمة الولي النصيحة والرعاية، ولذلك إذا رفضت فلا يجوز إرغامها على النكاح. فالرضا هو من أسس النكاح، وقد أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني ابن عمي وإني لا أرغبه، فقال النبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ نكاحها، فقالت رضيت به يا رسول الله، وإنما أردت أن أخبر النساء أنه ليس للرجال يعني هذا الإرغام. فإكراه المرأة البالغة العاقلة على النكاح لا شك أنه ضار، لأنها قد لا تعيش معه عيشة طيبة، بالعكس المراد أن يكون أن تختاره هي. لكن أنا أنصحها، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. يا أختي العزيزة قومي ووافقي على هذا الزوج، واستخيري بالله، استخيري الله عز وجل، وما دام أهلك ينصحونك به فأنصحك من باب النصيحة وليس من باب الإلزام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال فإن لم تفعلوا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فحتى لا يحصل لك هذا التحذير، يعني نسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالزوجة الصالح. بارك الله فيك شيخي. معي حسن على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. أهلا وسهلا يا حسن، حياك الله. سؤالك. سؤال طال عمرك، أنا شرحت لك قدام شوي أربع أسئلة، ولكن عندي أسئلة الآن من شان الصيام. أنا ممنوع من الصيام من الدكتور. نعم. وسألت بعض العلماء جزاهم الله خير وقالوا أطعم، فهل علي قضاء فيما بعد إذا سمح لي أن أصوم الواجب اللي علي، الفرض اللي علي، وإلا الإطعام كافي؟ يعني إذا مثل تماثلت للشفاء مستقبلا هل تقضي أم أن الإطعام يكفي؟ صحيح؟ أي نعم. ممتاز. سؤالك الآخر. سؤالي الآخر، ابني اللي أعطاني ممنوع من الصيام، اللي أعطاني الكلية وأتبرع عليه. الله يجزاه خير، الله يجزاه عنك خير. بارك الله فيك يا شيخ. فهل علي فأطعم هو الشهر هذا اللي فات رمضان؟ نعم.
فهل عليه القضاء فيما بعد او الاطعام يكفي؟ واضح. جزاك الله خير. سؤالك سؤالك الاثنان في واحد. طيب شكرا لك يا حسن، معي ام ياسر. السلام عليكم. الله وبركاته. خلاص سمعت، ممكن عندي سؤالين. تفضل يا ام ياسر، سؤالك الاول. السؤال الاول، انا في الشيخ مفسر احلام، يعني انا اعتقد اتوقع انها ما يعرف هل علي شيء ام لا. مفسر احلام ايش؟ اتوقع انا بنظري انه ما يعرف يعني يفسر، يعني طرح عليه الرؤيا عارف انه ما يعرف يفسرها. نعم. السؤال الثاني، احنا عندنا شيخ راضي، الشيخ هذا يا شيخ احس يلمس النساء وما ادري ايش، يقول انتوا اخاف تلعبون مين تلمسون يعني، وما ادري يا شيخ احس ما هو شيخ. طيب اجل عليك تتواصلين معنا بعد الحلقه باذن الله. اختم ياسر على الخوف الكنترول يتواصلون معك بعد الحلقه باذن الله، المهندس محمد. طيب شكرا لك يا ام ياسر. طيب لعلي يجيب على استاذ اخر متصل. الاخ حسن كان يقول انه مريض، نسال الله ان يشافيه ويعافيه باذن الله، انه يقول يصلي احيانا في غير اتجاه القبله لعدم الاستطاعه. لا شك الله سبحانه وتعالى يقول فاينما تولوا فثم وجه الله، هذه الايه لغير القادرين، لغير القادرين، فصلاته ولله الحمد صحيحه. صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء يا رب. أيضا سؤال آخر، شيخنا يقول أنه ممنوع من الذهاب للصلاة في المسجد والاختلاط بالناس لقل المناعة. لا حرج عليه، لا حرج عليه، وهذه من أعذار ترك الجماعة، ويكفي أنه يعني يتألم ويتمنى، فله أبشره أن له أجر صلاة الجماعة. الله أكبر. وهذا من فضل الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم يمرض أن له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما، هذا من فضل الله على المسلم، يعني ما لا يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا عجز ولا كسل، حتى الشوكة شكوى إلا كفر الله بها عن خطايا. فأبشر يا أخ حسن، أحسن الله إليك ومن عليك بالعافية. بارك الله فيك. سأل سؤالين يا شيخ لكن نجمعها في سؤال واحد، يقول يملك مالا ومعدات ثقيلة وأيضا يملك عقارات وأراضي للبيع، أملاك عقارية كعمائر، يقول هل الزكاة الشيخ في محصولها أم في أما ماله من العقارات أو السيارات أو نحوها، ماله ثمرة يؤجره أو يعمل به فالزكاة في ثمرته، وأما الأراضي التي يعدها للبيع أو تحفظ ماله عن الضياع فهذه فيها الزكاة بثمنها، يعني يجعل لها يوما في السنة ويسأل عن ثمنها ويخرج 2.5%. نعم بارك الله فيك وسلام في بعلمك شيخنا. أيضا سؤال الأخ حسن كذلك، سؤال الخامس، يسأل يقول أنه ممنوع من الصيام، سأل المشايخ وقالوا عليه إطعام، يقول أن لو تماثلت الشفاء بإذن الله عز وجل ويسأل الله نشفيه ويعافيه مستقبلا. أستغرب من هذا الذي سأله، وها يعني ما يزال هو في بداية العملية، هو ينتظر الآن حتى يمن الله عليه بالعافية والشفاء ويتفاءل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذا من الله عليه بالشفاء فليس عليه إلا الصيام، ليس عليه الإطعام، لكن إن عجزا نهائيا هو أو ابنه عن الصيام، أسأل الله ألا يكون كذلك، فإنه حينئذ يطعم، وما قدمه ابنه من إطعام يكون صدقة. الآن الإطعام مع العجز عن الصيام عجزا دائما وليس عجزا مؤقتا، لأن العجز المؤقت يدخل في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أما العاجز عجزا كاملا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم بارك الله فيك شيخنا. أيضا سؤال آخر في ابنه وينطبق على نفس الإجابة. نفس الإجابة، نعم، إذا كان أول ما أطعمه نعتبره صدقة. نعم. ونقول إن عليه الصيام إذا من الله عليه بالعافية، يعني ينتظر، عليه أن ينتظر. نعم. معي أم محمد على الهاتف. السلام عليكم. تفضل يا أم محمد سؤالك. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله، تفضل يا أم محمد سؤالك. طيب كيف حالك يا أم محمد؟ سؤالك يا أختي، تفضلي يا أختي سؤالك. لو سمحت عبيته بس الشيخ الله يعين. يسمعك سؤالك يا اختي. يا اخي انا بنشتري عن طريق شو اسمها اعلان المساجد واعلان الصلاة. عن ماذا؟ اغسل هنا المساجد الله يعينك. تفضلي سؤالك عن المساجد وشو؟
يعني انا امر الوالده كل مره واقول لها حطي لك مسيد الله لا يهينك وهاتين اسمه، وكنت اقول مره كل مره اقول انا بتبع ولا تسمعين، قالت ما اقدر وهاتين. وش رايك يا زوجي تدفع يعني بناء مسجد؟ هي نعم انا انا كل بدفع بمسجد للوالد والوالد الله لا يهينك، وتقول كل مره تقول لا انا باخذ بالروح ولا تدري شو اسمه. يعني انت يعني محمد يعني انت تبين تبنين مسجد لامك وابيك لكن والدتك ترفض صحيح؟ ايه تقول لها هذه لها تعطيني فلوس وانا اللي ادعو، واقول يا الوالده الوالده يعطيك العافيه اللي بدفع للمسجد للوالد الله يعطيه الرحمه والعافيه. طيب واضح يا اختي، شكرا لك يا محمد، شكرا لك. وشوف يا محمد الله لا يهينك، شوف مسجد وطريقه الحج الله لا يهينك، كل مره وانا اقول بحج ويوم ما ترفض. طيب طيب شكرا لك. الله يعطيك العافية، لو سمحت لي على الله يهينك. طيب بجاوب الشيخ تسمع الإجابة، شكرا لك. مع أبو فيصل والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا، مسيت بالنور، تفضل أبو فيصل سؤالك، الشيخ يسمعك. عندي سؤال أحييك، أنا عندي زوجتي الآن هاجرة يمكن 6 شهور أو 7 شهور أو سنة. المشكلة أنها كل ما جيت ابغى ادخل على البيت ينقفل الباب من دوني، تمشي مع ناس طرت من البيت ما يدخل علي ولا يجيني، هل يحق لي شيخ؟ هل يحق لك ايش؟ هل علي يسر من الكلام هذا؟ يعني انت اذا جيت البيت قبل لا تهجرها كانت مقفله على روحها في البيت صحيح؟ نعم، تحط المفتاح من داخل الباب وقفلت اطق عليها ما تفتح لي. تمشي مع الناس اللي طرت من البيت ولا يجيني ولا يجي ولا وادري والله صراحه انا كرهت من كثر كلامها ولا انا اجري عليه سنه. هل علي شيء؟ طيب طيب شكرا لك يا حبيبنا، شكرا لك. معي ام عبد الله، السلام عليكم. اتفضل يا ام عبد الله سؤالك. اتفضل يا ام عبد الله وارفعي صوتك تكرما، الصوت منخفض. لعلنا نواصل الاجابه على الاسئله. اتمنى من الاخوه المتصلين اذا فتح له المجال ودخل معنا على الهواء فليسأل سؤاله واللي يغلق التلفاز ويرفع صوته حتى يكون سؤاله واضح ونطرحه للشيخ حتى يجيب الشيخ ايضا على السؤال اذا كان واضحا. ايضا كما نستقبل اسئلتكم عبر حساب تويتر الذي يظهر الان على الشاشه. طيب شيخنا احد الاخوات تسأل كدره وصفره بعد نهايه الدوره تأتيني، ماذا افعل؟ هل اصلي ام لا؟ اذا تبين الطهر اما بظهور القصه البيضاء او بالجفاف التام فما بعده من الصفرة والكدرة والحمرة لا يعد شيئا، وكذلك ما قبل الحيض من صفرة وكدرة ما قبل سيلان الدم السيلان الكامل لا يعد شيئا، كما قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الحيض شيئا. بارك الله فيك وسأل الله نفع بعلمك شيخنا وجزاك عنا خير الجزاء. طيب شيخنا الأختم ياسر تسألت تقول مفسر أحلام عندما أسأله أتوقع أن تفسيره خاطئ غير صائب، تقول هل آثم في هذه؟ على كل حال يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الظن أكذب الحديث، فعلى المسلم أن يحسن الظن بأخيه، وإذا يعني لم يكن يعجبك هذا الرجل فلا تكلميه، يعني لا يجوز أنك تكلمين إنسان لمجرد أنك تكلمينه. أنت امرأة عليك أن تمتنعي عن مكالمة الرجال إلا في حدود الحاجة، فهذا رجل أنت لا تثقين فيه فلماذا تكلمينه؟ ما لم يطلب منك ذلك، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الرجل الراقي الذي ربما ظهر منه شيء من المخالفات لا تذهبوا إليه فقط، يعني وإذا ظهر منه شيء سيء فهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات المسؤولة في هذه الدولة المباركة ووزارة الشؤون الإسلامية تقوم يعني بمحاسبة أمثال هؤلاء. بارك الله فيك. أيضا الشيخ فيه نظام عند هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن مثل هؤلاء الرقاة الشيخ اللي نقوم بلمس النساء أو بالاختلاء بهم أن المرأة تقوم مباشرة بإبلاغ الهيئة، هم يتخذون حسب النظام، وهذا من توفيق الله وحفظ الله سبحانه وتعالى لنسائنا، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا. اللهم آمين. بارك الله فيك. الأخت محمد تسأل المساجد تقول تريد أن تبني مسجدا لوالدها ووالدتها لكن والدتها ترفض وتقول أعطيني المال الذي عندك. على كل حال لا يلزمها إعطاء والدتها المال كله، فتعطي والدتها جزءا من المال وتساهم في بناء المسجد عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا
في الجنة. طيب معي خالد على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام، سعد مساك. ومساك يا غالي، تفضل. الله يسلم لك، بغيت أسأل سؤال شيخ. تفضل يا غالي، أسمعك الشيخ سؤالك. الله يحفظك، أنا بغيت أستفسر بالنسبة للبيع والشراء. لما أحد يعرض بيعة، يعرض بيعة عنده، يقول مثلا أبغى فيها 1000 ريال وأنا أتكسب من وراها، يعني أبيعها مثلا ب1200، 1003، 1005، هل علي إذن فيها أو تدخل في وضع ربا؟ يعني هو حد قال مثلا 1000 ريال. خالد واضح، واضح سؤالك. سؤال آخر. بدون ما يحدد يعني يقول صحيح، وتاخذ ترفع وتزود على المبلغ، وثم تاخذ انت ما زاد عن المبلغ وتعطيه مثلا 1000 ريال وتاخذ انت ال 200. ايوه 200 او 3 او 5 اللي تكون. صحيح. طيب سؤال اخر. شكرا لك يا غالي. شكرا يا حبيبي. معي ام خالد. الو السلام عليكم. ابو خالد، عفوا عفوا عفوا. ابو خالد يا اخي. عفوا عفوا ابو خالد، تفضل. كيف حالك؟ عساك طيب. حياك الله، مرحبا ابو خالد. سؤالك. يسمعني الشيخ؟ يسمعك طال عمرك، يسمعك. طيب انا يا طويل العمر في 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 قريه صغيره وبنيت مسجد قدام 25 سنه في مزرعه واملكها بصك شرعي، وكان المسجد لي ولاقاربي، وبني مسجد من الدوله حفظها الله جمعه وجماعه، بين المسجد والمسجد حوالي 70 متر، والمسجد هذا اللي بنيته صغير وانهجر من 10 سنوات، فهل لي حق اخلي المسجد ولا اني اخرب المسجد؟ وشكرا. يعني تهدم المسجد؟ نعم. طيب لانه انا هجر من 10 سنوات. واضح يا ابو خالد، ما حد يصلي فيه. واضح يا ابو خالد، واضح. شكرا لك. معي ابو زايد، تفضل. اهلا وسهلا يا ابو زايد. تكفى الخير، مسيت بالنور يا اهالي، تفضل. اسال الشيخ الله يحييك. سم يسمعك الشيخ. عندنا طال عمرك مطوع يصلي بالجمعه الله يجزيه خير، وانت خابر كان في الشباب أول أنه يشيش ويدخن وكذا، وخابرين هل الحي وهل الديرة ما أدري فيها شيء ولا لا. الله يحييك. لا زال على هالوضع ولا تغير؟ والله الظاهر أنه الظاهر أنه على هالوضع. الظاهر. طيب طيب والله الظاهر أنه ما زال عليه. طيب يا أبو زياد، أبشر أبشر، تسمع تعليق الدكتور بإذن الله. شكرا لك. طيب لعلي وقف الاتصالات غير مهندس محمد، ونواصل بعد أن نجيب على أكثر الأسئلة. طيب شيخنا الأخت أم محمد أيضا سؤال آخر، تسأل عن الحج، أنها تريد أن تحج لكن والدتها ترفض. إذا وجدت محرما يعني يقوم معها في حج الفريضة فلا يلزمها طاعة والدتها، لأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. فإن كانت مستطيعة يعني تملك قيمة الذهاب مع التصريح مع المحرم، فلا لا لا يلزمها أن تسمع كلام والدتها، يعني لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني ليس من باب التحدي وليس من باب الإنقاص من قدر والدتها، ولكن الحسنى يعني، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرضي والدتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بارك الله فيك شيخنا. الأخ أبو فيصل كان يسأل يقول: عندي زوجتي هاجرها، يقول ما يقارب السنة الآن هاجر لزوجته، يقول كل ما دخل على الشيخ تغلق الباب، تخرج عند الناس تتكلم فيها أنه يخرج، أنه لا يدخل بيتنا، أنه لا يكون متواجد، يقول هل أنا آثم في فعل هذا؟ على كل حال نحن ننصح الأخوين الزوج والزوجة، ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تهاجروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فكيف يتهاجران هذه المدة الطويلة؟ يا أختي الزوجة، اتق الله سبحانه وتعالى في زوجك وعودي إليه. إن كان بينك وبينه شيء من سوء التفاهم فحكم من أهله وحكم من أهلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينكما. والصلح خير، الصلح خير لك وله. فيعني نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونطهر قلوبنا من الحقد ومن الحسد ومن التهاجر ومن التدابر ومن التقاطع. هذه أمور لا تليق بالمسلم. المسلم يليق، المسلم للمسلم كالبنيان، شد بعضه بعضا، خصوصا الأقارب وأنتم زوجين. وإن كانت الحياة مستحيلة
فالقضاء يعني كفيل بي يعني إصلاح هذا الوضع بما يراه مناسبا. بارك الله فيك شيخ. الأخ خالد سأل سؤالا في البيع والشراء. شيخ لعلك نظر بمثالا لتوضيحه. مثل شيخ مثل هذا الجوال مثلا لو تقول بعه مثل بألف ريال ثم أزاد عليه مثل سعرا 1200. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن أردت أن تبيع وتشتري فعليك بأمرين، الصدق والبيان. فلا يجوز أن تكذب وتقول أنا اشتريته بألف ومئتين وخذه برأس ماله. أنت تقول أنا اشتريته بألف وبعطيك إياه بألف ومئتين، لا حرج. أيضا إذا كان فيه عيب لا يجوز لك أن تكتم العيب. لا يحل لمسلم أن يكتم عيبا على أخيه. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم أعوذ بالله محقت بركة بيعهما. فعلى الإخوة الكرام الباعة والمشترون أن يكونوا صادقين وبينين. البيان دليل النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أنت ما ترضى أحد يخدعك ولا ترضى أحد يكذب عليك، فكن كذلك مع إخوانك. بارك الله فيك. لك شيخ سؤال، مثلا أن تعطيني سلعة من مثل الجوال وتقول بعه بألف ريال، أروح أنا بيعه بألف ومئتين وأخذ المئتين وأقول بعت لك بألف ريال، هذا في إذا كان عن طريق الكتمان يتضمن الكتمان. أما إذا قال له تراني أبي أبيعه باللي يجي لك الألف والزيادة لي، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أما أن يكذب هو وكلك، الوكيل لا يتجاوز الوكالة صحيح. إلا بإذن الموكل. صحيح. بارك الله فيك. الأخ أبو خالد يقول في قرية صغيرة، يقول أن في إحدى المزرع التي أمريكها بنى مسجد، لكن الآن الدولة بنت مسجد ما يقارب مسافة 70 متر. عليه أن يبيع هذا الجزء من المسجد، يبيعه أو يعني جزءا قريبا منه، ويضع هذا المال في مسجد آخر نقل الوقف. لكن إذا كان مسجل في الأوقاف فلا يجوز هذا إلا عن طريق الأوقاف. نعم. عن طريق المحكمة والأوقاف. أما إذا كان هو الذي يعني جعله لله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه، فيعني ينقله عن طريق يعني يثمنه ويضع هذا الثمن في مسجد آخر. بارك. وإذا شيخ هذا ما هو لم لا ما يجوز، لأنه خلاص هو تركه لله، هذا صار وقفا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الوقف اللي لله سبحانه وتعالى، ما يجوز ترجع عنه، لأن الوقف شو معناه؟ حبس الأصل وتسبيل المنفعة. الآن المنفعة تعطلت لكن الأصل موجود، الأصل أقدر أبيعه أو أقدر أثمنه، شوف كم ثمنه، وأضعه في أصل آخر. نعم. بارك الله فيك شيخنا. الأخ آخر متصل أبو زياد كان يسأل، يقول المطوع أو شخص صاحب دين يصلي بهم الجمعة، يقول على بعض كل حال هذه مسؤولية يعني الوزارة، يعني لا يجوز أن نتكلم فيها في الكلام، ولكن ننصح الإخوان جميعا الدين النصيحة، ننصح الإمام وننصح المأمومين أن يتناصحوا فيما بينهم وبالحسنى، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا يليق بالإمام أن يكون يعني معلنا للمعاصي، لا يليق به، يعني بل عليه أن يكون يعني ظاهره الصلاح، وهذا من الشروط يعني عندنا في وزارة الشؤون الإسلامية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم بارك الله في شيخنا وسلامة بعلمك وجزاك عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. آمين وياك. مشاهدينا الكرام، ها نحن وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. الشكر فيها موصول لمن أجاب على أسئلتكم، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جاد المصري، إمام وخطيب جامع أبي هريرة بالرياض. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله عز وجل بعد غد يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر.